تبرع لك فاعل خير. ويرزقه في عياله ويعافيه لروحه. تفتقد الصندقة هذه لأبسط ظروف المعيشة. الأوقاف التي تجعل لدعم العمل الخيري هي الحقيقة السالد والداعم الأول لأعمال البر والخير المنتشرة في هذه البلاد. وأنا لا بيت ولا سبيت، وإن حالتي ضعيفة ولا عندي أحد يعمل. والعمل في الإسلام ما هو العبادات فقط. العمل الخيري معناه بذل الخير والمعروف للغير بنية القربى والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. لا نجعل الفقير دائما فقير، إنما نجعل الفقير تنحل مشكلته. أين يقع العمل الخيري في أولوياتنا؟ صراحة من وجهة نظري أحس العمل الخيري حاجة موجودة في كل الناس. حينما ذكر في الحديث للنساء تصدقني يا معشر النساء قلنا لما يا رسول الله، قال فإنك ناكر الناس النار. أدركت الدول أنها لا تستطيع كحكومات أن تلبي احتياجات والقيام بكافة المسؤوليات تجاه المجتمع لوحده. أنا وإن وهو وهي مجتمع واحد. انتظرونا وبرنامج معكم ولن ننساكم.